بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج المستوصف، عند فتح البرنامج بيظهر بالشكل ده. بنوافق على رسالة الأمان، وبدون اسم المستخدم لأول مرة. بنسجل أول مستخدم. كلمة سر الافتراضية عند تسجيل مستخدم جديد هي صفر، وبعدين بنخش جوه عندنا، نعطي كامل الصلاحيات، كود الدكتور هنعرفها في البرنامج من جوه. نبدأ نخش بالمستخدم اللي سجلناه. كلمة السر صفر. أول حاجة نعملها نخش نعدل كلمة السر. كلمة السر القديمة صفر، الجديدة ونعيد كلمة السر الجديدة. ممكن نعمل تبديل مستخدم ونخش بكلمة السر الجديدة. عندنا في البرنامج ممكن من هنا نضيف مستخدم جديد، وكلمة السر الافتراضية مع كل المستخدمين عند التسجيل صفر. يبدأ المستخدم يعيد تسجيل الدخول ويعدل كلمة السر الخاصة بيه. من أول حاجة هنا الأكواد، أكواد العيادات، هذا رقم واحد بطني. نضيف معمل التحليل على إنه عيادة. كده عندنا كل العيادات. نبدأ نضيف الأطباء ونربط الطبيب بالعيادة الخاصة بي، وليكن دكتور محمد علي إبراهيم. عيادة الأسنان، دكتور محسن سليمان أحمد. ممكن نعمل بحث لو احنا مش عارفين رقم العيادة. مجرد ما يظهر بين الاثنين تلقائي،
دكتور وائل يوسف أحمد دكتور كمال نصر العوجري دكتور هيثم نبدأ نضيف الكشوفات في عيادة البطنة عيادة الأسنان ممكن تبقى القيمة صفر لو الإعادة مجاني
في التحاليل، هنضغط على الزر ده، ونبدأ نكتب المفردات بتاع التحليل. اللي بتظهر في ورقة التحليل هو الدكتور بيكون عارفها، هو بيكتب الوحدات بتاعتها، والحد الأقصى، الحد الأقصى الأدنى الطبيعي والحد الأقصى الطبيعي، عشان بيحتاجه وهو بيعمل تحليل عشان يتعرج. أصناف الدواء أنا ضايف حوالي 1300 صنف، بدأ من رقم 1000، من رقم 10000، ممكن نضيف صنف جديد أو عدد 7 صنف للتعديل عليه. ممكن البحث من هنا، تكتب أي حاجة من اسم الصنف، تكة بحث بيظهر لك الصنف واسم الشركة المصنعة، أقوال المرضى، ممكن نكتب رقم البلد او ما نكتبش اسم البلد او اسم او رقم التليفون. كده نكون عرفنا البرنامج، نبدأ نضيف الدكاترة كمستخدمين. مثلا دكتور محمد، ده كدكتور مش هيكون ليه دخول للحسابات أو المستخدمين، هيكون مثلا يخش على الأخوات عشان يسجل والتقارير، ونكتب كود الدكتور هنا عشان يقدر جميع الإدخالات تكون برقم كود الدكتور عشان يتعرف عليه عند الدخول للبرنامج إن هو كدكتور مش مستخدم. بل يكون فيه اتنين بنفس الاسم،
لو ما كتبناش كود للدكتور مش هيقدر يخش على الكشف، لأن يعني الدكتور مش هيقدر يخش إلا على الكشف الخاص بيه. دكتور ياسر ناصر، والدكتور هيثم، نبدأ نبدل المستخدم، نخش مثلا باسم الدكتور محمد، كلمة السر الافتراضية زي ما تبقى صفر، دكتور محمد يخش يعدل كلمة السر بتاعته، نبدأ نخش مستخدم مش دكتور، ونسجل كشف جديد مثلا، ممكن البحث في قائمة بأسماء المرضى وليكن عمر، هدخل عيادة البطن كشف بطنه، هدخل عيادة البطن، هنلاقي هنا في القايمة دكتور عيادة البطن دكتور واحد هو الدكتور محمد إبراهيم، وهيكون عنده كشف بيسجل المبلغ، ممكن تسجل حرارة المريض، درجة الحرارة والضغط والنبض بره في الخارج، أو ممكن نكتفي بكده والدكتور هو اللي يكمل. بمجرد ما نقفل القايمة دي بيبدأ المريض يظهر معانا تحت في قايمة الانتظار، قايمة الانتظار بيظهر فيها اسم المريض و الكشف المطلوب واسم الدكتور، هنا عيادة البطن مكتوب غلط، كشف البطن برضه كان متوجه غلط، كشف البطن نعدله،
فرضا في كشف تاني باسم علي محمد، هيدخل كلهم مزودين ببحث، هيدخل يعمل مثلا أسنان، لو حافظ الكود اكتبه على طول مش مشكلة. بيظهر عندي 2 دكاترة أسنان موجودين، حتى لو عملنا بحث بيظهر ببحث في دكاترة الأسنان بس اللي موجودة. وعندي كشف أسنان، وعندي نادر، قلنا هيعمل تحليل. والتحليل فقط بنعلم فيه الخانة بتاعة التحليل، وممكن نحدد تاريخ الإعادة لأي كشف من هنا مثلا هذا بعد أسبوع. جميع الكشوفات بتظهر عندي هنا في قائمة الانتظار، لو حاولت أخش عليها، لكن طبعا أنا مش هقدر إن أنا أعدل أي شيء. لو حاولت أعدل هيرفض لأن أنا مش مسجل عنده كدكتور، ماليش رقم تسجيل عنده كدكتور. أنا ممكن أشوف الكشف لكن مش ممكن أنا أدخل عليه. هبدأ أعمل تبديل مستخدم، أخش كدكتور، أخش كدكتور محمد. دكتور محمد بدأ الكشف. هنا في ملاحظات للمريض، مثلا لو المريض ده عنده مثلا حساسية من مادة معينة، مثلا من الأنسولين مثلا، ويبدأ الدكتور يكتب الأعراض ويتشخيصه للحالة، ومن هنا يبدأ يضيف أصناف العلاج. عنده هنا قائمة بجميع أصناف العلاج الموجودة على البرنامج، ممكن هو يختار ما بينها. فرض نختار أي رقم أي صنف، ويبدأ يحدد مثلا 1 علبة من قرعة 3 مرات، يبدأ يدور على الصنف التاني. طبعا انا بكتب حاجات عشوائي، ممكن يختار من هنا.
ممكن من هنا يعمل معاينة للرشطة قبل الطباعة ويطبع الرشطة من هنا. يضغط طباعة تطبع الرشطة. لو حدد تاريخ الإعادة بيظهر معانا في الرشطة، وبعد ما يتم الكشف على المريض يعلم تم الكشف، انتظر لحظة، ظهر معانا في اليومية، وهنا بيعد عدد الحالات الموجودة، وهنا عدد الحالات اللي تم الكشف عليها، ويعد هنا المبلغ وهنا المبلغ. ممكن من هنا تعمل عرض كامل المستوصف، أو ممكن عرض الحالات الخاصة بالدكتور بس. يبقى كده الدكتور محمد خلاص الشفات اللي عنده انتهت. ممكن الدكتور محمد يشوف أي كشف عند أي دكتور تاني، لكن مش ممكن يعدل فيه. نحاول ندخل باسم دكتور تاني، دكتور وائل. لسه ما عدتش كلمة سر، كلمة سر صفر. دكتور وائل يخش على التحليل. يبدأ يكتب المفردات. دكتور تاني. واضح ان في غلط في الاكواد. طبعا مش قادر يخش على المستخدمين. نعمل تبديل مستخدم. طبعا كلمة سر دي كنا ندخلها 3 مرات، وبعدها الحساب بيتجمد 3 دقايق. دكتور وائل كود الدكتور رقم 5. دكتور وائل رقم 4. ممكن نبحث عنه هنا، بس ممكن هنا لو كتبنا وائل جالنا دكتور رقم وائل. تعال دكتور وائل العيادة رقم 4. دكتور وائل رقمه 4، لكن هنا احنا بنكود، كودناه بالخطأ رقم 5. هو ده رقم 4 كده، مفيش خطأ في البرنامج. الخطأ كان عندنا واحنا بندخل الأكواد. كده الدكتور وائل ممكن يضيف تحليل.
والدكتور يبدأ يكتب النتيجة هنا ويعمل معاينة للتحليل، يظهر التحليل بالشكل ده. طبعا عشان احنا ما كتبناش اسماء باقي المفردات فمش ظاهر هنا اي اسماء، ظهر فاضية اسم المريض وعنوانه وبيانات المريض. ويعمل تم التحليل وكده هيتنقل معانا التحليل هنا. ممكن هو يشوف التحليل السابق او بيانات المريض لكن مش ممكن يضيف عليها اي اضافة، يعملها هيرفض البرنامج لان الكشف مش متوجه للدكتور ده. لسه عندنا الاسنان، كل حاجة بتسجل باسم اللي بيسجلها وتاريخ التسجيل ووقته. ممكن نعمل مثلا ندخل باسم الدكتور إبراهيم، كده جميع الكشوفات انتهت. نبدأ نسجل كشف جديد وليكن باسم عمر برضك، أضفنا كشفين. طب نضيف كشف من نوع أسنان. عند الدخول على كشف الأسنان، لو الدكتور عايز يعرف التاريخ المرضي للمريض ممكن يضغط أريال بيظهر له كامل التاريخ المرضي للمريض. تاريخ المريض لو في أعراض مكتوبة بتظهر هنا، لو في تشخيص بيظهر هنا. وبيظهر الكشف والدكتور اللي معالج، دكتور المعالج. ولو ضغط وصل الكشف بيظهر له الرشدة بتاع الكشف أو التحليل بتاعه.
حتى لو كشف لسه ما تمش بيظهر برضك الشريط فاضية، ودي جميع الأصناف الدواء اللي اتصرفت للمريض. ده تحليل موجود في التحاليل، دي نتيجة التحليل بتاع المريض. نشوف مريض تاني، نلاحظ ان في كشف جديد برضك بيظهر ملاحظات المريض. تعرف عن المريض ده عدد المرات اللي دخل فيها المستشفى المستوصف والأدوية اللي مكتوبة للمريض ده قبل كده، والتحاليل لو في تحاليل، وهنا ممكن نعمل استخراج لأي تقرير منهم. هنرجع للتقرير ده بعدين. طبيعة حالات الدكتور بس، نخش بالدكتور محمد إبراهيم، محمد علي. ظهر عندي هنا كامل اليومية عدد 6 كشوفات والمبلغ المحصل منهم. لو عملنا عرض الحالات الخاصة بيظهر الحالات الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم. نبدأ نشوف التقارير. التقارير بفتح افتراضي على تاريخ اليوم، بفتح افتراضي من أول تاريخ لآخر تاريخ وعرض جميع المرضى. حتى احنا ممكن لو عشان احنا اول تاريخ هو تاريخ اليوم، ظهر عندنا تاريخ اليوم بس، اليومية عدد الحالات والمبلغ المحصل، جميع اصناف الادوية اللي اتصرفت النهاردة، التحاليل، ممكن تحديد عيادة معينة، يعني مثلا من عيادة واحد لعيادة واحد، عيادة البطنة. التقرير اللي هيبقى معروض هيبقى تقرير حالات البطن بس، عندك حالتين والمبلغ المحصل 20، الأدوية اللي صرفت من عيادة البطنة، لو في تحاليل اليومية محسوبة، يومية العيادات. طب نرجع تاني لحالة 5، ممكن عرض من كشف معين لكشف معين، أو من دكتور عرض يوميات دكتور واحد أو مريض واحد. لو عايز تعمل تقرير عن مريض، هنا الإجمالي اليومي، لو في مجموعة أيام بيظهر هنا اليوم والمبلغ المحصل كل يوم. إجمالي اليوم العيادات يبقى هنا يبقى التاريخ اليوم والعيادة والمبلغ المحصل منها كل يوم، وكذلك الكشف. إجمالي يومي للكشف، إجمالي يومي للدكتور، إجمالي يومي للعيادات، إجمالي العيادات عموما، إجمالي الكشف، إجمالي الدكتور. وفي شاشة الطباعة ممكن استخراج التقرير دي على شكل أي امتداد احنا عايزينه، على ورقة اكسل او اتش تي ام ال،
وفيه الرسم بياني. لو في بيانات كتير في المستوظف يعني بيظهر بشكل أفضل. كده المبلغ المحصل من كل عيادة. نحاول نغير شكل التصميم، شكل العرض، نخليه بشكل دائرة. يبقى كده المبلغ المحصل من كل عيادة لو وقفنا عليها. عيادة الأسنان المبلغ المحصل 35 بنسبة 39% من إيراد، نسبة 30 ريال نسبة 33% من الإيراد. عيادة البطنة هو لو في بيانات كتير في البرنامج ده يكون شكله أحسن. إن شاء الله ندخل البيانات. أول برنامج ما يشتغل في أول مستوصف ونعرضه عليكم إن شاء الله. هنا برنامج حسابات مرفأ اهو، مفيش صلاحية، بدل المستخدم. برنامج حسابات كامل مرفأ، ممكن من هنا اضافة حساب. المحاسبين هيكونوا هم على دراية بالموضوع ده، ويسجل هنا قيد اليومية. حتى ممكن ان هو ياخد القيد اليومية من هنا. مثلا لو بعمل في التقرير يطلع يكمل اليوم من العيادات، ويبدأ يطلع ايراد كل عيادة في كل يوم ويسجله هنا في الحسابات. يبقى من هنا يسجل القيد اليومية وترحيل الحسابات، واليومية بتظهر هنا بيحدد اليوم اللي عايز يعرضه ودفتر حساب الأستاذ، وبيظهر معاه ميزان المراجعة وقائمة الدخل والمركز المالي للمستوصف. وفي آلة حاسبة مرفقة، وممكن ناخد باك أب من البرنامج نحدد المكان اللي هيحفظ فيه باك اب، وناخد باك اب من البرنامج في اي وقت. وحبذا لو كان كل يوم بناخد باك اب من البرنامج، ومد البرنامج في حالة وقف البرنامج بعد مرور 30 يوم. فترة الصلاحية الاولى تبعت لي الرقم العشوائي ومستوى التمديد المطلوب، وانا بعت لك الرقم السري تضيفه هنا وتتك ترقية بيشتغل معاك على طول.